اهلا بكم وجوله جديده في عالم الصحافه المحليه والعربيه والعالميه صدر صباح اليوم. ونبدا بالصحف المحليه مع الاهرام. البدايه: السيسي العاصمه الاداريه تمثل الدوله المصريه الحديثه. الرئيس يوجه بالالتزام بالجداول الزمنيه ومعايير البناء الحديثه. خبره البايرن هزمت الاهلي بثنائيه في مونديال الانديه. بطل افريقيا يواجه بالمراس البرازيلي على المركز الثالث. مصر والأردن والعراق حماية الأمن المائي أولوية، ونرفض التدخل في سوريا واليمن وليبيا. انطلاق الحوار الفلسطيني في القاهرة، وشكري للوزاري العربي لم نبخل بجهد لإنهاء انقسام الفصائل. الحكومة تستعرض في خطوات تنفيذية منظومة التراخيص الجديدة. الجامعات مسؤولة عن إعداد تصميمات واجهات المباني، والمحافظات تتولى الرفع المساحي للأراضي. من جريدة الأخبار: الفصائل المشاركة في حوار القاهرة تشكر الرئيس على دعم القضية الفلسطينية. التعليم جداول امتحانات الترم الأول الأحد المقبل. بدء تعقيم الفصول استعدادا لعودة المدارس. وزيرة التخطيط أمام البرلمان: معدلات الفقر انخفضت بفضل حياة كريمة و66% زيادة في الاستثمارات. اليوم السابع: التخطيط تعلن الانتهاء من 1765 مشروعا في 7 قطاعات بتكلفة 642 مليار جنيه. التضامن تطلق اليوم برنامج تدريب الرائدات الريفيات في مجال الصحة المجتمعية. صدام بين اتحاد الكرة والأهلي والزمالك وبيراميدز بسبب مواعيد مباريات كأس العالم. ونتحول إلى الصحف العربية، والبداية من الشرق الأوسط. دولة فلسطينية على حدود 67 أمام الوزاري العربي. واشنطن تطالب الحوثيين بوقف المسيرات تجاه السعودية فورا. استهدافات جديدة لحراك العراق واتهامات للصدريين. ولي العهد السعودي يطلق إصلاحات قانونية. الخليج الإماراتية: الوزاري العربي يتمسك بحل الدولتين للوصول إلى السلام الشامل. حكومة سودانية جديدة تلتزم بمبادئ الثورة وتعالج الأزمات. قتيلا في هجوم لداعش شرقي سوريا. محامو ترامب يطالبون بالعدول عن المحاكمة غير الدستورية. الراية الكويتية: الوزاري العربي يؤكد مركزية القضية الفلسطينية. حوار فلسطيني في القاهرة. تهافت لبناني على تخزين الأدوية. نتنياهو ينفي أمام المحكمة اتهامات الفساد الموجهة إليه. واشنطن تعود لمجلس حقوق الإنسان لإصلاح الكيان المعيب. الدستور الأردنية: طقوس تلمودية وصور تذكارية بحراسة الاحتلال في الأقصى. اختارات بهدم 25 منزلا بنابلس واعتقال 6 نساء ومسؤول بالأقصى. الاحتلال يرفض توسعة قرية الوجلة بالقدس ويقر مشاريع استيطانية. إصابات كورونا تخطت حاجز 106 ملايين حول العالم. إلى الصحف العالمية، والبداية من صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. محاكمة عزل ترامب ستتعرض إلى سؤالين دستوريين كبيرين، وحيثيات محاميه ستركز على الطعن في شرعية محاكمة رئيس سابق. الولايات المتحدة تنضم مجددا إلى مجلس حقوق الإنسان في سياسة مخالفة لعصر ترامب. جيل جديد من النشطاء يطالبون بإعادة الحكومة المنتخبة في ميانمار. نيويورك تايمز الأمريكية. أعضاء مجلس الشيوخ يوافقون على قواعد تحدد إجراءات محاكمة سريعة للرئيس السابق، ومحامو ترامب يصفونها بأنها مسرح سياسي. كولومبيا تمنح وضعا قانونيا ل 1.7 مليون فنزويلي. قبل فيضانات الهيمالايا، الهند تجاهلت تحذيرات العلماء من إقامة مشروعات تنموية في مناطق هشة. ومن الفاينانشال تايمز البريطانية. من الضروري إدانة ترامب، لأن التفضيل للحظة الهدوء الوطني التي تعم الولايات المتحدة على تطبيق القانون أمر خطير. من غير المرجح أن تحسم مهمة وهان الجدل المشحون حول أصول فيروس كوفيد 19. ألمانيا وبولندا والسويد تطرد دبلوماسيين روس ردا على قيام موسكو بطرد دبلوماسيين من تلك الدول الأسبوع الماضي.
لموند الفرنسية فريق سياسي بقيادة ماكرون في اختبار أمام قانون اتفاقية المناخ. اليوم مؤتمر صحفي لفريق خبراء الصحة العالمية والمنظمة تدعو إلى التحلي بالصبر قبل العثور على رد محتمل في ووهان حول أصل كورونا. ظلال تركيا وروسيا تخيم على التسوية السياسية في ليبيا. وبعيدا عن السياسة نقرأ من صحيفة البيان الإماراتية: العالم يترقب المريخ بعيون إماراتية. تعد مرحلة الدخول إلى مدار الالتقاط لكوكب المريخ والتي تستغرق 27 دقيقة أطلق عليها نصف ساعة عمياء من أصعب وأخطر مراحل مهمة مسبار الأمل الإماراتي على الإطلاق، حيث يترقب العالم لحظة وصول المسبار إلى مداره إلى الكوكب الأحمر، بينما سيكون التحكم بالمسبار خلال هذه الفترة الزمنية تلقائيا. كتبت ديلي ميل البريطانية: اختيار صديق ورفيق العمر من الأمور الصعبة، ومن أجل هذا قرر ساعي بريد متقاعد أن يكون له صديق من الطيور، وذلك عندما عثر على بجعة كانت مكسورة الجناح وبعد شفائها بقيت معه لحمايتها من الحيوانات المفترسة. وعلى مدار 37 عاما صادقت البجعة جاريب أيضا القطط والكلاب في المنطقة. نهاية هذه الجولة الصحفية، دمتم في أمان الله.